للمزيد أيضا حول الجلسة النقاشية بشأن قانون الإدارة المحلية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. كيف تابعت أثناء حضورك اليوم الموضوعات المطروحة على طاولة حوار لجنة المحليات بالحوار الوطني؟ هو حقيقة الأمر أن المحليات يعني واخدة حيز كبير في الحوار الوطني نظرا لأهميتها في هذه الأونة والأونة السابقة والقادمة أيضا، يعني لأن الإدارة المحلية هي عصب الدولة، وإحنا الحقيقة أن يعني بنطمع في التشريع في القانون الجديد اللي كان بيتكلم عنه دلوقتي النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه يكون هو يعني عالج كثير من الثغرات في الإدارة المحلية، بمعنى أن هناك محافظات كبيرة ومراكز كبيرة وقرى كبيرة، تعدادها في بعض المراكز تعدادها يفوق تعداد بعض المحافظات. لازم يعاد تقسيم هذه المحافظات والمراكز بحيث أنها برضو تتناسب مع عدد سكانها، عشان الإدارة المحلية أو الوحدة المحلية سواء كانت الوحدة المحلية القروية أو الوحدة المحلية في المركز تستطيع أن تغطي خدمات هذه المساحة. ما ينفعش يكون عندي مساحات شاسعة وأنا مش قادر أغطيها، يبقى بداية لازم يعاد تقسيم بعض الحدود الإدارية للمحافظات والمراكز. مفيش مانع في يتم إنشاء محافظات جديدة، الموظفين كتار وموجودين، الأعباء اللي هتتحملها الدولة منصب المحافظ فقط لا غير، لما تنصب محافظة هيروح لها من المحافظة القائمة الموظفين بتوعها، فالموظفين موجودين، فمش جديد مش هتحمل أعباء مالية جديدة. يعني المحافظ ومكتب المحافظة، محافظ المكتب مكتبه، انما الموظفين هينقلوا من الديوان للمحافظه الاصيله اللي انبثقت منها المحافظه الوليده. يعني نمره 2 ان هناك تشابكات كثيره بين الساده المحافظين والساده الوزراء. من المعلوم ان اللي بيعين الساده مدير المديريات، مدير مديريه التربية والتعليم، مدير مديريه الصحه، مدير مديريه الزراعه، الوزير المختص. ففي بعض الاحيان بيحصل خلافات بين الوزير المختص وبين المحافظ، لانه اللي ده المدير المديريه بيميل الى راي الوزير المختص ولا في بعض الاحيان لا يميل الى راي المحافظ، على الرغم من ان المحافظ هو محافظ التقديم هو اللي قدامه المصلحه تقتضي ايه. فلازم هذا التشابك يتم حله، لان ده مش في الصالح العام برضو. طب ازاي يعني في وجهة نظر حضرتك، يعني هناك عدد من القوى السياسية على سبيل المثال بتطالب بمنح يعني مزيد من الصلاحيات للمحافظين في كل محافظة، رأي حضرتك ازاي القانون يقدر ان هو يوازن ما بين هذه الصلاحيات ويعني او منح الصلاحيات والمساءلة كمان، ولكن يعني في النقطة اللي حضرتك اثرتها دي بالذات، يعني ازاي ممكن القانون ان هو يعني يناقش هذه النقطة؟ يعينه المحافظ المختص، المحافظ المختص يعينه، ولكن يبقى عليه اشراف فني من الوزارة، من وزير مختص، اشراف فني فقط لا غير، انما هو اداريا اللي عينه المحافظ سيد المحافظ وبيعمل تحت اشراف المحافظ، لان المحافظ هو الموجود على الطبيعه، هو الذي يعلم اين المصلحه واين القرار الذي ينفذ من عدمه. وهناك برضو اشكاليات اخرى، يعني احنا عندنا في مصر حوالي ما يقرب من 250 هيئه عامه ومصلحه، والهيئات العامه المستقله ديت بتدار مركزيا وليس للمحافظ السلطان عليها. هذا بجانب انه يتعين ان تكون لكل وحده محليه ميزانية موازنة خاصة بها، هي اللي تحصل الإيرادات بتاعتها وهي تصرف على من الإيرادات بتاعتها من على الخدمات التي تحتاجها الوحدة المحلية، سواء كانت وحدة محلية قروية أو وحدة محلية في المركز أو المدينة. الاستقلالية للوحدة المحلية هنا هتعظم إيراداتها، هتحاول إنها تحد من الإنفاق اللي هو خارج عن حدود الحاجة المطلوبة بالفعل. يبقى إذن
وضاف نفس مبدأ اللامركزية يعني. مبدأ ما هو المبدأ هو مبدأ اللامركزية، المحليات بتدار على مبدأ اللامركزية. إذا ما كانش فيها لامركزية تفشل نهائيا. ده بالنسبة للقانون، بالنسبة للسادة للعاملين سواء كانوا محافظين أو مدير المديريات أو خلافه. أما بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية اللي هو استحقاق السوري لسه لم يجرى الانتخابات حتى الآن، طبعا الوحدة المحلية، المجلس المحلي للقرية اللي بتضم 5 قرى، بيجي من كل قرية حوالي 5 أعضاء أو 4 أعضاء طبقا للعدد الذي حدده القانون، هما الأقدر وهما الموجودين وهما اللي بيراقبوا العمل سواء كان بالنسبة للنظافة، بالنسبة للإنارة، بالنسبة للتموين، بالنسبة لكافة الخدمات اللي بتدار في الوحدة المحلية القروية. نعم. وهم هم هم عين الدولة، لأن هو ما فيش يعني، هي الموضوع مش موضوع مش حكومة ومعارضة ولا حاجة، ده هم دول أبناء مصر كلهم، بس هو بيراقبوا حسن الأداء، بيراقبوا ما تحتاجه القرية من خدمات. وفي هذه الحالة هيساعدوا على إن تعظيم إيرادات الوحدة المحلية، عشان هم هيبقى لهم طلبات في إنهم عاوزين يزودوا القرى التي ينتموا إليها من الخدمات. لو إحنا مشينا بهذا النظام اللامركزي فسوف يكون هناك بالفعل إدارة محلية قوية، وإدارة محلية تجعل القرى والمدن والمحافظات على مستوى يتماشى مع ما تتطلبه الجمهورية الجديدة. إنما إذا تم الوضع على خلاف ذلك، وعلى إن لا مركزية موجودة وما دعمناش المركزية موجودة وما دعمناش لا مركزية في القانون الجديد، يعني ده برضو هيبقى له أثر سلبي على الإدارة المحلية بكافة يعني تشعباتها. ده الإدارة المحلية بتحكم الدولة كلها. نعم. كل أرجاء الدولة بتحكم من خلال الإدارة المحلية. فيجب الاهتمام بهذه الأمور، وإحنا الاهتمام الأمور ديت حسناها من خلال التعامل، وحسناها من خلال الاحتكاك ومن خلال المباشرة. يعني أنا عدت نائب عن مركزين في إحدى قرى المحافظة المغربية، فكنت عارف أعضاء المجالس المحلية بيعملوا إيه، وأعضاء المجالس المحلية كانوا هم اللي بيجيبوا لنا كنواب إيه الطلبات اللي محتاجينها، اللي محتاجة تصعد لفوق للوزير المختص. إنما اللي كانت تتبع على مستوى السيد المحافظ كانوا بتصعد لمجلس محلي المركز ثم مجلس محلي المحافظة، وتاخذ بها توصيه والسيد المحافظ بينفذها. وكانت الامور بتمشي على ان جميع الخدمات المحليه في القريه والمركز والمدينه بتحل بعيدا عن المركزيه في العاصمه. فالقانون الجديد يعالج بعض هذه الثغرات، واحنا بنطلب ان هو ياخد التوصيات التي توافق عليها الحوار الوطني وتوضع في الاعتبار، لان النائب احمد السجيني كان موجود النهارده ومعانا وموجود، ويعني على علم بكافه هذه الاحتياجات، ورجل يعني تدخل بفكره في بعض الثغرات الموجوده. فبرضه احنا بنوضع الذي توافقنا عليه يجب ان يوضع محل التنفيذ في مشروع القانون الجديد. طيب سياده المستشار، يعني النائب احمد السجيني كان معنا عبر الهاتف منذ دقائق، وكان بيتحدث عن نقطه مهمه بانه يجب ان يكون هناك توافق حول كل النقاط المتعلقة بهذا القانون. يعني هذا القانون ربما يختلف عن بعض الموضوعات الأخرى بأنه المسألة ليست فقط بالأغلبية، ولكن لازم يكون هناك توافق. رأي حضرتك في هذه النقطة، وهل بالفعل يعني في إمكانية من خلال رؤية حضرتك ومن خلال حضور حضرتك ومتابعتك للمناقشات، هل بالفعل هناك فرصة للتواصل وإمكانية التواصل لتوافق في وقت قريب؟
بالفعل يعني هو التوافق حول هذه الموضوعات هو أمر هام، ولكن هذا ما عهدناه وما اتفقنا عليه في الحوار الوطني، إن ما يتم التوافق عليه هو اللي بيصعد يبقى له مخرجات. والتوافق هنا مش معناه إجماع 100%، التوافق هو توافق أغلبية، وأنا أعتقد إن يعني أنا بكافت في بعض الأمور بنلاقي الأقلية لما بيلاقوا الأغلبية فيه توافق على موضوع ما الكل بيتوافق عليهم معاه. ف يعني أنا من وجهة نظر الشخصية متبشر خيرا في إن هيحصل توافق على غالبية الأمور التي تحتاجها الإدارة المحلية في هذه الأونة، ولكن متى ما هو برضه في ناس بتنادي بأن المحافظ يكون بالانتخاب، المحافظ يكون بالانتخاب ده في الحكم المحلي، ده يعني في لو جينا قلنا الحكم المحلي في بعض الدول الخارجية نلاقي إن المحافظ بالانتخاب ده حكم محلي وليس إدارة محلية، إنما احنا عندنا في مصر هنا إدارة محلية، المحافظ بيكون بالتعيين والموظفين العموميين موجودين فيها بالتعيين. يعني التوافق هو هيبقى أساس المخرجات، والجلسات يعني بيتم طرح كل الآراء وكل الأطروحات الموجودة من خلال المباشرة ومن خلال الخبرة ومن خلال العلم العمل الأكاديمي والعلمي. وإن شاء الله يعني إحنا في ظل التحول الرقمي الموجود نصل إلى قانون للإدارة المحلية يدعم اللامركزية ويدعم التحول الرقمي ويجعل هناك استقلالية في الموارد بالنسبة للوحدات المحلية، ويفك إشكاليات الموجودة بين المحافظ وبين مديري المديريات وبين الهيئات العامة المستقلة. طيب أخيرا سيادة المستشار، يعني بشكل عام رأي حضرتك في الأجواء التي تحيط بالحوار الوطني خاصة في جلسات اليوم والمحور السياسي، يعني حضرتك أشرت له أنه ربما التوافق لا ينبغي أنه هو إجماع 100%، ولكن هناك أقلية لها أيضا آراء ولها أيضا توصيات، هل بالفعل بيتم أيضا وضع هذه التوصيات في الحزبان، بترفع أيضا هذه التوصيات يعني، ويعني ربما هذه الآراء تكون بجانب آراء الأغلبية، رأي حضرتك بشكل عام عن هذه الأجواء داخل الجلسات وداخل النقاشات؟ هو الرأي والرأي الآخر ده مطلوب، والخلاف للرأي لا يفسد للود قضية ولا يفسد للوطن قضية، لا يفسد للوطن قضية. أنا شايف إن المناقشات حينما تدور حول قضية ما ويبقى فيها حدة ده يعني إجراء وظاهرة صحية حتى نصل إلى توافق عليها، وفي النهاية التوافق ده بيتم سواء الرأي مخالف من عدمه، ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك فالتوافق بيتم عليه. ولكن يعني النهاردة مثلا قلنا في المحور السياسي طرحت بعض القضايا وكان هناك في خلافات حولها وفي بعض القضايا في التوافق حولها، في النهاية انتهينا إلى التوافق على ما تم الخلاف عليه حينما تم مناقشة الموضوع وتم توضيحه وتم إعادة مناقشته مرة واثنين وثلاثة، تبين صحة الأمر من عدمه. فالأمر حينما يكون هناك مناقشات والمناقشات تأخذ بعض الحدية لا مانع حتى يدلي كل بدلوة وحتى يقتنع الكافة بأن هذه القضية التوافق عليها ما يهم المواطن فيها كذا. في الخلاف هنا مش ده العكس ظاهرة صحية يعني. أنا بشكرك طبعا، شكر جزيلا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.